قوليلي بقى يا ستي، برهان اقتنع ولا ما اقتنعش؟ حسيتي بايه يعني؟ حسيت انه اقتنع اكيد، والا ما كانش اداني شيك وقال لي اول ما تخلصي من اللي فاتنك تعالي استلمي الشغل بتاعك تاني. طب ويا ترى ادالك شيك كبير، شيك دسم يعني، ولا ضحك عليكي؟ انت عارف برهان ميت على الدنيا، عشان كده عملهم صح. فلوس متلتله على قلبه قد كده، ملايين ملهاش عدد. هو انا طوعتك من شويه وعلشان الملايين دي يبقى لها صاحب؟ لازم طبعا، وعلى راي المثل ملك كنا زي للنزهه، وانا بقى حلوه احب انزه نفسي وانزه الناس اللي حواليا. بس انا برضو لسه خايفه. خايفه من ايه؟ انت ما تعرفش برهان، برهان ده قرصته والقبر. ده هو اللي رجله والقبر. وبعدين احنا بنخدمه، بدل ما الملايين اللي عنده دي تروح كده هدر، هتروح لابنه حبيبه فلذت كبده. انا اصلي بعمل فيه جميل، اصل حبيبي وصاحبي وياما خدمني. اهم حاجه دلوقتي بقى نعرف مكان العقد العرفي. ودي هنوصل لها ازاي دي؟ عيب عليكي، انت المفروض سكرتيرته وكاتمه اسراره، يعني المفروض تبقي اكتر واحده في الدنيا دي عارفه هو بيخبي الاوراق المهمه فين. صح، مفيش غير مكانين اتنين. ايه؟ يا اما في خزنه مكتبه اللي في الفيلا، يا اما في خزنه المركز الحقوقي. حلو قوي، سيبي بقى اللي جاي كله عليا، انا في قعده رواقه كده بيني وبينه هجرجره في الكلام، وواحده واحده هعرف مكانها. طب ولما نعرف مكانها هنجيبها ازاي؟ عيب عليك يا بسمه، دي لعبتي انا، شكري الباشا برضه هعرف اتصرف مظبوط قوي واعمل كل اللي انا عايزه.